ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب أنه قال: ما صلاة يجلس في كل ركعة منها؟ ثم قال سعيد: هي المغرب إذا فاتتك منها ركعة. قال مالك: وكذلك سنة الصلاة. هنا فيها دلالة واضحة جدا على أن المصلي يتبع الإمام، إنما جاء الإمام ليتم به، يقتدي بالإمام. فإن دخل متأخرا ركعة في صلاة المغرب فإنه سيجلس معه في الثانية عنده وتكون الأولى عنده، ثم يجلس في الثالثة عنده وتكون الثانية عنده، ثم يقوم وهو متخلف في ركعة يأتي بالركعة الباقية فيجلس في الثالثة، فتكون الجلوس هنا في كل الركعات، في كل الركعات. ولذلك قال مالك: وكذلك سنة الصلاة كلها، يعني أن من فاته من الصلاة أي صلاة كانت ركعة فإنه يجلس فيها لأنها آخر صلاة ومحل جلوسه لسلامه. وأما من أدرك ركعة من المغرب فإنها تصير أيضا جلوسا كلها لأنه جلس مع الإمام في آخر ركعة من صلاته، ثم يصلي ثانية فيجلس فيها لأنها من سنن الصلاة، ثم يصلي ثالثة فيجلس فيها لأنها آخر الصلاة. وهذا في الثلاثية، الرباعية في اختلاف، لكن الأصل في ذلك أنك تكون مؤتسيا بالإمام، أما أنك تكون مؤتسيا بالإمام. إنما جعل الإمام ليتم به، تقتدي به في حاله. وعن مالك عن شهاب عن سعيد بن مسيب أنه قال: ما صلاة يجلس كل ركعة؟ نعم. ثم قال سعيد: المغرب إذا فتتك. وهذا آخر يعني ما نقول مما من الموطأ الذي فاتنا. الفاظ المستنبطة: فعل الصحابة حجة، كما أن قول الصحابة حجة على الراجح الصحيح. وعن مالك جاء أيضا في شرح الحديث: إذا فتتك منها ركعة. قال مالك: وكذلك سنة الصلاة، يعني قول سعيد ذلك على وجه الاختيار أو الاختبار لأصحابي، وأن يدربهم بالمسائل مثل ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابي: ما ترون في الشارب والسارق والزاني. يقول سعيد: هي المغرب إذا فتتك منها ركعة، معنى ذلك أنه إذا أدرك مع الإمام الركعتين الأخرين فجلس مع الإمام فيها ثم يأتي هو بالركعة الثالثة، فلا بد أن يجلس فيها لأن هذه من سنة الصلاة، يعني من واجبات الصلاة. وقول مالك: كذلك سنة كلها أو كلها، يعني أن من فاته من الصلاة أي صلاة كانت ركعة فإنه يجلس فيها لأنها آخر صلاته. وهذا ليس حكم الصلاة الرباعية، لمن أدرك منها ركعة فإنه يجلس في الثانية ويقوم في الثالثة، ثم إنما تصير الرباعية جلوسا كل إذا فاتته ركعة ثم أدرك الثانية ثم فاتته بقية الصلاة برعاف أو غيره. وإذا أدرك المقيم من صلاة مسافر ركعة فقد قال ابن المواز وابن حبيب المالكية تصير جلوسا كلها لأنه جلس مع الإمام في ثانية الإمام وهي أولى، ثم جلس في ثانية ثم جلس في ثالثة لأن منها ما يقوم إلى القضاء ولا يقام إلى القضاء إلا من جلوس ثم يجلس في الآخرة لأنها ربعة. وقال سحنون: يقوم في الثالثة ولا يجلس. وهذه كما قلت فيها اتباع الإمام، وأن على ما كان عليه حال الإمام يكون عليه المأموم، إنما جعل الإمام ليؤتم به. الفوائد المستنبطة كما قلنا: فعل الصحابة كما قلنا تشريع، الصلاة أفضل ما يتعبد به المرء لله جل في علاه. لذلك أحاديث كثيرة جدا ما جاءت إلا في الكلام عن الصلاة وفضل الصلاة، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة خير الموضوع فليستكثر أحدكم أو ليستقل. أقول قول بهذا أكون قد انتهينا من الدرس، ولله الحمد لله. أقول قول بهذا، أستغفر الله لي ولكم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نادر، كيف أنت حبيبي نادر؟ أحسن الله عليك.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم. بقدر الهمم.